الهواتف الذكية كما نعلم تمتلك الآن كاميرات ذات مواصفات تقنية عالية، ويتم تطويرها في كل عام. المستخدم بطبيعة الحال هو من يهتم بكاميرا الهاتف وجودتها، وربما تكون المعيار الأساسي عند بعض المستخدمين. في هذه الحلقة نقدم لكم جردا لأهم الهواتف الذكية التي تمتلك كاميرا قوية وفقا لاختبارات منصة ديكسومارك. هذه المنصة موثوق بها من قبل الملايين من المصورين المحترفين من جميع أنحاء العالم. في المركز الخامس وفقا للتقييم المعد من قبل منصة ديكسومارك هو هاتف جوجل بيكسل. هذا الهاتف قدم في شهر أكتوبر العام الماضي، وقد احتل المركز الأول في ترتيب ديكسومارك لمدة عام تقريبا. تبلغ دقة الكاميرا في هذا الهاتف 12 ميجا بيكسل، وحجم 1.55 ميكرون، وفتحة العدسة بمقدار 2. التقييم النهائي للكاميرا في هذا الهاتف 90 نقطة من أصل 100. وفي المركز الرابع هاتف آيفون 8 من إنتاج شركة أبل. هو النسخة المرافقة لهاتف آيفون 8 بلس. ليست هناك اختلافات كبيرة بينه وبين أخيه الأكبر سوى في عدد الكاميرات، حيث يأتي هذا الهاتف بكاميرا أحادية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 1.8. التقييم النهائي 92 من أصل 100 نقطة. ثالثاً من شركة سامسونج جالاكسي نوت 8. نوت 8 هو أول هاتف ذكي من سامسونج بكاميرا مزدوجة. تبلغ دقة هذه الكاميرات 12 ميجا بيكسل لكل واحدة. الأولى يبلغ حجم البكسل فيها 1.4 ميكرون، والبعد البؤري هو 26 ملي متر، وفتحة العدسة 1.7. أما الكاميرا الثانية فحجم البكسل فيها 1 ميكرون، والبعد البؤري هو 52 ملي متر، وفتحة العدسة 2.4. نظام الكاميرا يوفر زوما بصريا مزدوج مع ميزة تثبيت الصورة البصرية في كل الكاميرات، وكذلك تكنولوجيا التركيز التلقائي. التقييم النهائي للكاميرا في هذا الهاتف 94 نقطة من أصل 100. ثانياً هاتف آيفون 8 بلس من إنتاج شركة أبل. هاتف أبل الجديد آيفون 8 بلس يأتي بكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل، فتحة العدسة للكاميرا الأولى 2.8، أما الكاميرا الثانية 1.8، مع زوم بصري وتثبيت بصري. التقييم النهائي للكاميرا في هذا الهاتف 94 نقطة من أصل 100. وفي المركز الأول كأفضل هاتف في العالم من ناحية الكاميرا وفقا لمنصة ديكسومارك هو هاتف جوجل بيكسل 2. بعد أقل من أسبوع من عرض جوجل بيكسل 2 قام خبراء ديكسومارك باختباره، وأول ملاحظة هي أن الهاتف الجديد من جوجل على عكس باقي الهواتف الأخرى لم يعتمد على الكاميرا المزدوجة، فقد تم تجهيز الهاتف بكاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة العدسة بقياس 1.8 وحجم المستشعر 2.6 مع فلاش LED ثنائي وتقنية HDR Plus التي تستطيع التقاط الصور بألوان طبيعية زاهية وصحيحة، ذلك بالإضافة إلى تقنية الضبط التلقائي للصور مع إمكانية تحسين الصور أثناء الحركة باستخدام تقنية iOS. التقييم النهائي للكاميرا في هذا الهاتف 98 من أصل 100 نقطة. بذلك قد انتهت الحلقة، لكن لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لمشاهدة الحلقات الجديدة أولا بأول.